الإنتاج المصري، عجلة الإنتاج المصري التي لا يجب أن تتوقف على الإطلاق. طيب إحنا عاوزين نشجع ده ونزقه لقدام وندعمه إلى آخر مدى، بحيث إنه المنتج المصري يبقى قادر على التصنيع والتصدير. إيه هي الآليات اللي ممكن نفكر فيها بصوت عالي حتى ندعم المنتج المصري، الصادرات المصرية، آلية الإنتاج المصرية؟ معانا على التليفون دكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بيك دكتور، وكل سنة وانت طيب. الحمد لله والشكر لله، ربنا يخليك يا رب. دكتور، الصادرات 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 تحدث عنها ما دولة رئيس الوزراء، وأيضا كنا دايما لما نيجي نتناقش معاك يا دكتور تتكلم معنا على أنه الصادرات هي الركيزة الأساسية لأي اقتصاد وبالذات في حالتنا. طيب أنا بس قبل ما أروح إزاي نشجع الصناعة، أنا عاوز أقول لحضرتك هو أصلا يعني دولة رئيس الوزراء بتكلم عن إيه؟ ملف تشجيع الصادرات دوت ده نوع من انواع الدعم، يعني الدعم في الموازنه العامه المصريه 34 بلد، طبعا منهم بنود يعني معظم الساده المشاهدين ما يسمعوش عنها اطلاقا، زي مثلا معاش الطفل، معاش المراه المعيله، عدد كبير جدا من البنود 34 دعم بتشملهم باب الدعم في الموازنه العامه المصريه، منهم دعم الصادرات. ودعم الصادرات ده مصر بتدفعه للمصدرين اللي بيصدروا سلع او خدمات، بالذات سلع يعني للخارج. طب مصر بتدفع الدعم ده ليه؟ لو هو راجل مصدر المفروض الدعم ده يروح للناس الفقراء، ليه مصر بتدفعه اصلا دعم الصادرات ده؟ مصر بتدفع دعم الصادرات ده علشان تحول الجنيهات اللي هي بتدفعها للمصدرين لدولارات. ازاي؟ دلوقتي لو نفترض مثلا ان عندنا مصدر مثلا بيصدر قمصان مثلا، القميص بتاعه ده اللي بيصدره مثلا ب 20 جنيه. مصر بتدي له مثلا 5 جنيه على القميص، فيبقى بيبيع القميص بتاعه في السوق ب 15 جنيه، ده يخلي ثمن القميص ارخص، فالمنتجين قصدي المستهلكين يشتروا اكتر، وبالتالي يبقى مصر دلوقتي لما الفلوس بقى بتاعت القمصان بترجع، يبقى مصر عملت ايه؟ حولت الجنيهات اللي دفعتها للمصدرين الى دولارات جات لها في شكل حصيله، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، كل لما الصادرات بتتباع بشكل اكتر، كل لما المصنع اشتغل وشغل عمال اكتر، وبالتالي انا من ناحيه خدت دولار اللي هو اصلا في الاخر بتوجع عشان شراء الاغذيه وشراء المنتجات الاستهلاكيه اللي المفروض يعني تقلل اسعارها مع وجود الدولار على المواطنين، لان زي ما حضرتك عارف دي كلها بتستورد بالدولار، يعني جزء كبير جدا منها. والحاجه الثانيه ان انا حافظت على فرصه العمل مفتوحه وشغاله، وبالتالي بدل ما انا بدي للمواطن دعم، يعني دعم مثلا زي تكافؤ وكرامه او دعم نقدي لانه هو مش قادر يعول نفسه، لا هو المواطن كده بقى قادر يعول نفسه، يعني انا ده بيحقق حاجتين. طيب الدعم الصادرات دوت لانه نوع من يعني نوع من انواع زي ما حضرتك ان هو بيدعم المصدرين، حصلت قبل كده عليه يعني 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 مشكلتين كبار جدا. المشكله الاولى انه احيانا عدد من المصدرين دول كان بيتلاعب فيه في فتره من فترات كده، حصل تلاعب واسع جدا فيه لدرجه انه اشيع اقوال بين في السوق، يعني عن انه في ناس بتصدر طوب وبتاخد عليه، بتصدر زلط يعني وبتاخد عليه دعم صادرات. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، مع فتره الاضطراب اللي كانت حصلت قبل كده بعد يناير، يعني وبعد يناير 2011 وسوء احوال الدوله المصريه وقله موردها، الحكومه اتاخرت بشكل كبير جدا في دفع مستحقات المصدرين بقى اللي هم اصلا يعني مصدرين جادين، وبالتالي المصدر بقى عنده فلوس عند الحكومه مش عارف ياخدها لان الاوضاع سيئه للغايه، وفي نفس الوقت كمان في مصدرين بيستغلوا الدعم دوت وهم ما بيصدروش اصلا حاجه فعليا، لكن بيجدوا الدعم بطرق غير مشروعه. الحكومه عملت حاجتين، اول حاجه عدلت شكل الدعم اللي بيروح للصادرات، قالت لك انا مش هدفع لاي حد يصدر دعم صادرات، انا هدفع على القيمه المضافه للمنتج. فمثلا انت دلوقتي لو قبل كده كنا بندفع على المنتج كامل، كنا بندفع على القميص كامل، فممكن حد يجيب القماش مثلا معمول مثلا من الهند ويحط فيه خيط ويقول لك انا هصدر القماش ده، يبقى كده خد على ثمن التوب كامل الصادرات كلها. فالحكومه قالت لا، احنا من هنا وجاي عشان نشجع المنتجين الجادين او المصنعين الجادين، انا هضيف على القيمه، انا هحاسب دعم الصادرات ده على القيمه المضافه. فانت مثلا دلوقتي جبت طوب قماش مثلا ب 20 جنيه، اضفت عليه قيمه مضافه ب 30 جنيه، بدل ما كنت هتاخد دعم الصادرات على 50 جنيه انت هتاخد دلوقتي على 30 جنيه اخليه وكده، انا بشجع اضافه القيمه واخلي المنتجين بتوعي يعني محفزين اكتر ان هم فعلا يفتحوا مجال اضافه القيمه، وبالتالي يشغلوا عدد اكبر من المواطنين ويفتحوا فوق عدد فرص. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، الحكومه عملت مبادره كبيره جدا علشان تدفع المستحقات المتاخره.
طب انت دلوقتي عندك طبعا بقى في طابور كبير جدا من المصدرين عاوز الفلوس، وطبعا الحكومه لغايه وقت قريب جدا ميزانيتها ما تسمحلهاش ان هي تدفع. ففي يعني في تاخير كبير حصل. فالحكومه قالت لهم يا جماعه اللي عاوز ياخد فلوس النهارده بدل ما ياخدها في المستقبل يجي ياخدها بخصم يعني ارقام نسب يعني معتدله جدا يعني، فتعالوا خدوها النهارده، خدوا الفلوس دلوقتي وحالا، بدل ما المصدر كان هيستنى مثلا يعني 2026 و2027 و2028 عشان ياخد فلوسه، لا ده هيجي ياخدها دلوقتي حالا كلها كامله. ولما ياخد الفلوس دي كان هيروح لما اخدها كان هيروح مكانها ياخد فلوس مثلا من بنك، فيرتفع عليه تكلفه ممارسه النشاط. فهو هياخدها النهارده هيروح اول حاجه يعملها ايه؟ مش هيحطها في البنك، ده هيروح يوسع بيها النشاط بتاعه. لما يوسع بيها النشاط بتاعه يبقى شغل عمال اكتر وهكذا، ويبقى المفروض دورنا على الانتاج اللي حصل. وانا بكلم حضرتك دلوقتي يعني جزء كبير بقينا تقريبا، انا بس مش متذكر الرقم، في المرحله السادسه او السابعه من موضوع الدفع المعجل لدعم الصادرات، وبالتالي عدد كبير جدا من المصدرين اخذوا فلوس. خد بال حضرتك المبادره دي كانت هتسمع بشكل كبير جدا لو ما كناش في الاوضاع اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. العالم كله في الاوضاع اللي هو موجود فيها، اوضاع اضطراب احوال الشحن وتغير سلاسل الانتاج والارتفاع ثمن الدولار بشكل مبالغ فيه في العالم كله، يعني مش بس قدام الجنيه المصري، في العالم كله. طبعا هو عندنا كمان يعني اكتر، لان احنا زي ما حضرتك عارف دوله ناميه، فالضغوط عندنا اشد شويه. وبالتالي المفروض انه ده كان يسمع بشكل كبير جدا. ايه اللي مخلي الموضوع مش باين دلوقتي؟ الازمه اللي احنا موجودين فيها. لكن في العادي المفروض كان الموضوع يعمل بومنج كبير، لانه دي ارقام ضخمه جدا للمصدرين اخذوها. يبقى الحكومه اعادت هيكله شكل الدعم ده كله، سواء من حيث الزمن ومن حيث النوعيه، بحيث ان هو الدعم ده فعلا يخلق الحاجه اللي المفروض يخلقها، يشجع المصدر الكويس، وفي نفس الوقت يخلق فرص العمل اللي المفروض تتخلق علشان يبقى بيساعد من اكثر من ناحيه. هل وقت حضرتك يسمح لسه باستكمال ولا ارجوك قول لي؟ طيب تمام. ده بالنسبه لدعم الصادرات. الصادرات نفسها بقى، انا دلوقتي لما اكون عاوز يعني اقل الضغط اللي احنا موجودين فيه ده، الصادرات واحده من اهم سبل تقليل المشكله. زي ما حضرتك عارف مصر مستهدفه 100 مليار دولار صادرات في 2025. ال 100 مليار دولار دول هيجوا منين؟ يعني حضرتك خدت نفسك كده مكان وزير ورئيس الوزراء ولا الرئيس عنده تكليف دلوقتي تقول ان احنا يا جماعه في 2025 لازم عندنا 100 مليار دولار صادرات. رئيس الوزراء هو الوزراء المجموعه الاقتصاديه بتوعه قاعدين، هنجيب ال 100 مليار دولار من دول منين بقى؟ الناس الصادرات طبعا عاوز اقول لحضرتك ان هي المصدر الاول من مصادر الدخل الاجنبي. عندنا خمس مصادر لتدفقات النقد الاجنبي، اولهم الصادرات. الصادرات جت فتره من فترات تراجعت لدرجه ان تحولات المصريين للخارج عليت عليها، ركبت فوقها، بقت هي المصدر الاول. فتخيل حضرتك كده يعني الصناعه بتاعتنا او الصادرات بتاعتنا قلت، الصادرات الزراعيه قلت لدرجه ان تحولات المصريين الخارج جت فوقها. فدلوقتي اللي حصل ايه؟ ان احنا عندنا ارتداد عكسيه، هجمه مرتده، الصادرات المصريه بتزيد بشكل كبير جدا. الناس اللي كانت بتتكلم على ان برنامج الرئيس مش بيعمل انتاج، وهو بس عمال يبني طرق وكلام من ده، عاوز اقول لحضرتك ان الصادرات زايده في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا من 33 مليار دولار لاكثر من 50 مليار دولار السنه دي، 52 مليار دولار. ده تقريبا عندنا زياده بنسبه 60 ل 70% في الثلاث سنين اللي فاتوا دول. طب دول جم منين؟ الحاجات بقى اللي اشتغلنا عليها قبل كده، المصانع الضخمه اللي اتعملت قبل كده، مصانع الرخام ومصانع الاسمنت ومصانع الحديد وغيره وغيره وغيره. وحضرتك ان دي كمان حاجه حصلت، ان احنا عملنا احلال محل جزء كبير من الواردات. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، الصناعه المصريه عندها مشكله في ان هي يعني مش بتاخد المنتج كامل، بتصدر يعني مثلا عندنا مثلا منتجات مثلا زي منتجات الادوات المنزليه مثلا او الادوات الكهربائيه، تلفزيونات، غسالات، ثلاجات، عندنا شركات رائده كبيره جدا يعني اسمائهم مش خفيه على حد. الشركات دي جزء كبير من تكلفه المنتج بتاعها او جزء منه يعني جاي من الاستيراد من الخارج، يعني مثلا شوشط، مثلا صمويل، مثلا مش عارف ايه. فمصر قالت ان احنا عشان نزود قيمه الصادرات بتاعتنا ونقلل في نفس الوقت الواردات، نعمل حاجه اسمها المبادره القوميه للصناعات الصغيره والمتوسطه، اللي بتنفذها دلوقتي. ابدا جاي علشان تعمل حلقه وصل كده ما بين صغار المصدرين وصغار المصنعين وما بين كبارهم، ما بين المصنعين والكبار نفسهم، بحيث ان هي تخلق ما بينهم تعاون يقدر يطلع منتج وسيط هم كانوا بيستخدموه مثلا قبل كده. بالظبط كده، هي المنتجات الوسيطه هي دي بس الحاجه الوحيده اللي احنا لازم نشتغل عليه. خير الاول اشكرك دكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه.